السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشاركوا فيها جميع طريقة طبيعية لتخفيف من ألم ديال التهاب اللوزتين، يعني الحلاقم فاش كيتصاب بهم شي شخص. كلنا كنعرفوا الألم ديالهم فاش يكون في المرحلة الأولى. إذا كان عندنا قبل ما نبحثوا على الوصفات الطبيعية، إذا كانت عندنا الحالة متفاقمة، ضروري ضروري أننا نلتجئوا عند الطبيب، وخاصة الأطفال إذا كان شنو الحالة متفاقمة عندنا، الحرارة ما بغاش تنزل، وايضا الالم، ضروري في هذه المرحلة هذه توجهوا عند طبيب، ما نبحثوش على الوصفات الطبيعية. الوصفات الطبيعية فقط للمساعدة والتخفيف. بالنسبة لهذه الحلقة تاع اليوم اللي غادي نشارك معكم، كنتمنى قبل ما نبدا معكم الفيديو، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جربوا حكم لاول مرة، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على الزر الاحمر للتوصل بوصفاتنا فضلا وليس بامر. رجعوا اخواتي اخواني للطريقة ديال اليوم اللي غادي نعالجوا بها او نخفوا بها الالم ديال اللوزتين. غادي نحتاجوا كاس ديال الماء دافي، وغادي نحتاجوا رشة من الملح ورشة من الابزار وملعقة كبيرة من عصير الليمون. هذه الوصفة هذه هي للكبار، اما بالنسبة للصغار فكنا كنعرفوا يعني الحامض، عصير الحامض مع العسل، نعطيهم عصير الحامض مع العسل، او نعطيهم فص ديال الثوم مهروس نخلطوه لهم مع ياغور طبيعي ونعطيهم يتناولوا قدر المستطاع. بالنسبه لهذه الطرق هذه كتستعمل 3 ايام فقط، وغادي تحسوا بالراحه الكبيره باذن المولى عز وجل. بالنسبه للطريقه تاع اليوم اللي غنشارك معكم، غنحتاجوا كاس ديال الماء، يكفي الا كان كاس الماء دافي، ماشي مشكل الا كان دافي ما يكونش يعني سخون بزاف. وغادي نحتاج واحد الرشه، واحد المعلقه كبيره ديال عصير الليمون كيف ما كتشاهدوا، معلقه كبيره ديال عصير الليمون. وغادي نحتاج واحد الرشه ديال الملح، يعني ما نكثروش غير شويه، ونحتاج واحد الرشه ديال الابزار كيف ما تشوفوا. ونحركوا هذا الماء هذا، هذا الكاس هذا، ونتناولوه ونشربوه في اي فتره في اليوم، يعني مره واحده في اليوم. وما تنساوش المضمضه، يعني الغرغره بالماء فيه الملح، ما تنساوش الغرغره بالماء به ملح، فتخفف بزاف 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 هذا المشكل ديال التهابات اللي كتكون عندنا في الحلق. بالنسبه لهذه الوصفه تاع اليوم كيف ما قلت لكم، رشه من الابزار ثم رشه من الملح وماء دافئ مع ملعقه كبيره ديال عصير الليمون، غتشربوها مره واحده في اليوم مدة تاع 3 ايام. بالنسبة للاطفال غادي نعطيهم عصير ديال الليمون مع العسل، فهو رائع كيخفف لينا هذا المشكل هذا. او هناك طريقة اخرى، وهي فص ديال الثوم اللي يقدر انه يتناول فص تاع الثوم، الى عنده يعني التهاب ديال الحلاقم ياخذ فص تاع الثوم ويقوم بالمضغ ديالو ويبلعو بوحدو يعني بدون اضافات. هذه للكبار، اما الصغار ضروري نخلطوه لهم مع واحد ياغور طبيعي ويتناولوا منه قدر المستطاع لمده، يعني هذه الوصفات هذه نستعملوها لمده 3 ايام. ففي اليوم الاول فاش غتستعملوا هذه الوصفات هذه غتحسوا بواحد الراحه. كنتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى، وكنتمنى منكم اخواتي اخواني، كنتمنى ثم كنتمنى الى يعني الى كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. وايضا كنتمنى منكم انكم تشاركوا وصفات قناه جرب وحكم مع الاهل والاحباب لتعميم الفائده، وما تنسونيش بالدعوات ديالكم والتشجيعات. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.